السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم معنا في أولى حلقات برنامج في الواجهة. في الواجهة يناقش في أولى حلقاته موضوع وباء كورونا. سنركز في هذه الحلقة على الجانب الصحي، وفي يشارك معنا في هذه الحلقة كل من الدكتور علي الهواري المدير الجهوي للصحة بجهة العيون الساقية الحمراء، شكرا لك المجيء، كما يشارك معنا أيضا الدكتور القمر محمد وهو صيدلاني وأحيائي وصاحب مختبر طبي، شكرا لكم. قبل البداية نتابع هذا التقرير. أربكت جائحة كورونا العالم، حيث ظهرت في ديسمبر من العام 2019 في مدينة ووهان وسط الصين، وتفشت فأوصدت الحدود والمعابر وشلت الطرقات وأزهقت الأرواح بعشرات الآلاف، وأوغلت في فتكها حتى أسقطت الملايين في شباك وباء فتاك، وتهاوت عظمى دول المعمورة مصابة بعد الصين تباعا في مطلع الأزمة بأرقام وفيات تتصاعد بين الساعة والأخرى، ليتصاعد منح الوفيات في العالم بأسره. وبعيدا في القارة السمراء، ورغم الزيادة المضطردة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، فإن القارة لا تزال هي الأكثر انخفاضا من حيث تفشي الفيروس بالمقارنة مع أجزاء العالم الأخرى. وطنيا، ظهرت أول حالة من الجائحة العالمية لمرض فيروس كورونا، والذي يحدث بسبب فيروس المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، ظهرت في المغرب في 2 مارس 2020، مما تطلب حجرا فوريا للمخالطين بالمصاب. وأعلن رئيس الحكومة تأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية في جميع أنحاء البلاد تحت طائلة الإلغاء إن دعت الضرورة حتى نهاية أزمة فيروس كورونا. وأعلنت المملكة حالة الطوارئ الصحية لتكون سائرة في 20 مارس على الساعة 6 مساء، لتظل كذلك حتى إشعار آخر. وبعدما ظلت الأقاليم الجنوبية عاصية على فيروس كوفيد-19 حتى مطلع شهر أبريل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالأقاليم الجنوبية بعد تحاليل مخبرية إيجابية. ومنذ تماثل الحالات للشفاء، ظلت الأقاليم الجنوبية في ظل حالة التأهب القصوى للسلطات الجهوية للحد من التنقل من وإلى مدن الصحراء عبر تعزيز المراقبة الأمنية وعمليات التفتيش لمداخل المدينة والتنسيقات بين الطب المدني والعسكري وكافة الهيئات، وتطبيق كافة التدابير الكفيلة بالتصدي لتفشي وباء كورونا المستجد. طمأنت المديرية الجهوية للصحة بالأقاليم الجنوبية الرأي العام بخصوص الوضعية الوبائية، داعية إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية. ويذكر أن الجهات الجنوبية الثلاث التي سجلت أقل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على المستوى الوطني، ولم تسجل الأقاليم أي حالة وفاة، وتبقى الوضعية الوبائية في حالة تصدٍ للجائحة تقوم فيه جل الجهات من هيئات صحية مختلفة ومجالس بلدية وسلطات مختلفة تقوم بالتدابير والترتيبات اللازمة للحد من هذه الجائحة والمحافظة على المنطقة آمنة معافى. أذكر أن التقريب من أداء زميل الحسن بوجدور، وأعود التذكير أنه سيلتحق بنا بعد في المنتصف الأخير للبرنامج الدكتور حمو طاهر عبد الخالق، وهو الدكتور المشرف على الوحدة الاستشفائية الخاصة بفيروس كوفيد-19 بمستشفى الحسن بالمهدي بالعيون. نبدأ النقاش دكاترة، وفي بداية هذا النقاش أتوجه إليك دكتور الهواري. فعلا كما سمعنا في التقرير، كورونا تربك العالم، كورونا توصد الحدود، لكنها في الوقت نفسه تضع البلدان والهيئات الطبية والأطر والمسؤولين الخاصين بقطاع الصحة تضعهم تحت المحك. ترى يعني بماذا، ما الذي حدث في القطاع؟ بماذا عززتم القطاع بعد كورونا؟ كيف هو الوضع بعد كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اولا الاخت الغاليه، شكرا على الاستضافه في هذا البرنامج هذا. مرحبا. بالنسبه لهذا الوباء
اللي بدا في الانتشار ديالو اواخر ديسمبر 2019 مدينة ووهان الصينية. دخل المملكة في اوائل شهر مارس. بالنسبة للجهة ديالنا كان واحد التأخير في الوصول ديالو للجهة، هذا كنشكر عليه الله والحمد لله. بالنسبة للحالة الوبائية اللي حاليا في هذه الجهة اللي عزيزة على جميع المغاربة، حالة وبائية مستقرة من بعد ما تم تسجيل 4 حالات على مستوى إقليم بوجدور، من بعد ما تعملت لهم التحليلات المخبرية وتأكد أنها إيجابية، تم تنقيل ديالهم لإقليم العيون على مستوى مستشفى مولاي حسن المهدي من أجل العلاج، اللي في هذا الإطار هذا كان ضمن الاستعدادات تاع المديرية الجهوية اللي دارت واحد المخطط جهوي ومستنبط من المخطط الوطني. هذا المخطط هذا اللي حط مستشفى مولاي حسن المهدي كمستشفى خاص بالتشخيص والعلاج للمرضى المصابين بهذا الداء، في حين ان المستشفيات الاقليميه كانت مخصصه خاصه للتشخيص، يعني كل مريض يتشخص عنده المرض في هذه الاقاليم سواء اقليم بوجدور او اقليم سماره كيتشخص فيه المرض وتيتم تنقيل ديالو لمستشفى مولاي حسن المهدي من اجل العلاج. في اطار دائما الاستعدادات اللي خلات هذا الوضع الوبائي الحالي، كاين هناك نقطتين. كاين النقطة الأولى هي المجهودات اللي كتقوم بها المديرية الجهوية من خلال الأطقم الطبية والتمريضية، أولا كان تحسيس المواطنين والتعريف بالمرض والإجراءات الاحترازية اللي خص ياخذها خصوصا على مستوى سكينة الجهات العليا. قبل أن نصل إلى هذه النقطة، داخل المستشفى ما هي الإجراءات قبل أن نتحدث عن الخارج وعن التدبيرات الخاصة بالساكنة داخل المستشفى؟ تعزيزات بالنسبة كانت على مستوى بشري لوجستيكي يعني. بالنسبة كما قلت، مستشفى مولاي حسن المهدي تخصص لتشخيص المرض والعلاج. تم تحديث وحدة استشفائية خاصة. وحدة استشفائية خاصة بالنسبة لهذا المستشفى. هذا تم اخذ واحد المصلحه اللي كانت تعرف بمصلحه الطب العام، اللي خصصناها لهاد المرضى اللي غيكونوا مصابين واللي كانوا مصابين بهذا الداء. هذا المصلحه كتوفر على 60 سرير. في وسط هاد 60 سرير كاين 16 سرير للانعاش مجهزه باحدث الاجهزه مهمه، وهناك 8 اسره خاصه بالعناية المركزة، وما تبقى من الأسرة فهو خاص بالمرضى اللي كتكون التحليلة ديالهم إيجابية ولكن الحالة الصحية ديالهم جيدة، يعني كيكونوا في هذه المصلحة هذه من أجل أخذ الدواء والمراقبة الطبية. أمر إليك دكتور قمر، يعني أنت كصاحب مختبر طبي، الوضع بعد كورونا ما الذي أضفت أنت إلى مختبرك؟ أولا أنا كذلك بدوري تشكرك السيدة الغالية على الاستضافة وعلى هذا البرنامج، نتمنى لي يعني التوفيق والنجاح. وكذلك يعني بغيت نغتنم هذه الفرصة، لأنه حنا تنعيش في المغرب كباقي دول العالم واحد الحالة اللي هي استثنائية، ولا بد في مثل هذه المحطات أن نتوجه يعني بالشكر والامتنان للطاقم الطبي يعني بشكل عام وديال العيون يعني بشكل خاص، الطاقم الطبي بجميع المكونات ديالو، لان كما تفضل يعني الدكتور الهواري الحمد لله بفضل المجهودات ديالهم استطعنا انه الحالات اللي ظهرت يعني في الجهه ديال العيون الساقيه الحمراء يعني تماثلت للشفاء. اولا تم التشخيص ديالها في وقت مبكر، وهذه مساله يعني جد مهمه غادي نرجع لها فيما بعد، وتم يعني الاستشفاء ديالهم كذلك في واحد يعني ايام يعني معدودات.
يعني هذه فرصه يعني باش نحييو يعني الفريق يعني الطبي ديال مدينه العيون بجميع المكونات ديالو وبدون استثناء. كذلك لا يفوتني وكما اشار يعني الدكتور العواري ان هذا الوباء او هذه الجائحه، يعني هذا هو التعبير الصحيح لانها جائحه وليست وباء، حيث يعني عمت العالم بشكل يعني باكمله. لا يفوتني كذلك ان احيي يعني السلطات المحليه وعلى راسهم يعني السيد الوالي والسيد رئيس المجلس البلدي والهيئات المنتخبه، وكذلك يعني رجالات يعني الامن بجميع المكونات ديالو، لان امام يعني جائحه نحن في حرب، هذا هو، وهذا يتطلب يعني التجند ديال جميع مكونات يعني المجتمع، وهذا الحمد لله لمسنا يعني في العيون، وكان واحد التجاوب واحد التعاون واحد التنسيق، وهذا هو اللي خلى كما قال يعني الدكتور الهواري، لاحظنا بان اولا تاخر يعني في مدينه العيون، يعني ما بانوش عندنا الحالات يعني كباقي يعني مدن المملكه، يعني تاخرات بعد شهر يعني يعني تقريبا. ومن بعد يعني الحمد لله يعني الجهات الثلاث اعتقد يعني ديال الاقاليم الجنوبيه يعني لحد الان راه كل شيء يعني فيها. لا كيف تعاملتم نعم مع الجائحه؟ نعم داخل كيف تعاملنا كمختبر؟ اولا خصنا نعرفوا بان المختبرات الطبيه سواء يعني في المغرب او في العالم هي اللي اكتشفت يعني الفيروس، لان الفيروس يعني ديال كوفيد ولا ديال اي مرض لا يمكن اكتشافه الا في يعني المختبرات يعني العلميه الطبيه. ف الاكتشاف ديالو يعني صح التعبير، يعني المختبرات عندها يعني دور في الاكتشاف، عندها دور يعني في الديبيساج يعني في التشخيص وفي المتابعه، لان غادي نشخصوا يعني نعرفوا المريض واش عنده الفيروس ولا ما عندوش، وخصنا كذلك نتبعوه حتى ما يبقاش عنده يعني الفيروس. وتيجي عندها كذلك واحد الدور اخر يعني في المختبرات، وهو انه يعني المتابعه يعني ديال نسميوها يعني اولا في الديبيستاج يعني بشكل عام، يعني التشخيص يعني بشكل عام، يعني وفي المتابعه باش نعرفوا الناس واش عندهم واحد المناعه ولا ما عندهمش واحد المناعه، يعني واش اكتسبوا واحد المناعه من خلال هذا المرض ولا هذه الجائحه اللي دازت او لا. كيف يعني تهيئت المختبرات وحنا بشكل خاص يعني في العيون؟ اولا كان الحجر الصحي على المواطنين، وكان يعني استثناء بالطبع يعني القطاع الطبي بشكل عام بما فيه المختبرات الصيدليات الاطباء ديال القطاع الخاص، ولكن طلب منا انه نحميو نفوسنا كموظفين كعاملين يعني في المختبر، ونحميو يعني الزبناء ديالنا والناس اللي تجي باش دير عندنا يعني فحوصات طبيه. فهاد الامر طلب فعلا واحد كما تنعاودوا واحد اعاده ترتيبات خاصه لان امام جائحه وامام واحد الفيروس اللي ما عرفناش كيفاش، يعني ما عرفناش يعني المسائل الدقيقه ديالو كيفاش تينتقل، كيفاش واش كيكون يعني فوق الارضيات، واش تكون يعني في الهواء فقط، واش لان دابا حتى يعني يعني المعطيات العلميه تتغير بشكل سريع. يعني كنا تنصحابوا الفيروس يعني الا عطستي او الا كحيتي أو، ولكن دابا تبين بان الفيروس يعني تينتقل من خلال الكلام، كلام انسان ممكن انه ينتقل يعني الكلام يعني بالهواء اللي تيخرج يعني من النيف ديالو من الفم ديالو. اذا طلب منا واحد يعني المجهود واعاده يعني الترتيبات من اجل ان كما قلت نحميو الجميع، وخاصه يعني اصبح دابا الزامي يعني منذ يعني الاسابيع انه يعني المواطنين خصهم يرتادوا الكمامات. فهاد القضيه ديال ارتداء الكمامه يعني لعبات دور كذلك، يعني الكمامات يعني لا اللي تيشتغلوا يعني في المختبرات ولا في الصيدليات ولا في جميع القطاعات، ولا كذلك يعني الزبناء اللي تيدخلوا عليهم والمواطنين اللي تيجيهم باش يتلقاو هذه الخدمات اصبح لازم واجباري انه يرتدوا الكمامات. اعود اليك دكتور هواري، ما هو شكل التنسيقات بينكم في ظل ظهور هذه الجائحه بالمنطقه؟ ما هو شكل التنسيقات بينكم بين المجالس المجلس البلدي بين السلطات بين الهيئات المستشفى العسكري مثلا، يعني في ظل هذه الظروف والطوارئ؟
بالنسبة دائما في إطار الوضع الوبائي القائم. هذا الوضع الوبائي اسمح لي قطعتيني قبيلة ما كملتش الفكرة ديالي، غادي نكملها وغندوز الجواب نتاع هذا السؤال هذا. بالنسبة للوضع الوبائي القائم، قلنا كاين مجموعة نتاع النقاط اللي عطات هذا الوضع هذا. كاين أولا المجهود اللي قامت به وزارة الصحة من توفير التجهيزات والأطقم الطبية اللي خضعت للتكوين، الطبية والتمريضية اللي خضعت لواحد التكوين اللي ساهمت بشكل كبير في تحسيس الساكنة كاملة. وكاين النقطة الثانية اللي هو المجهود الجبار والكبير اللي كتقوم به السلطات. تم تزويد المنطقة بأطقم جديدة بعد الأطقم اللي كاينة في الجهة، تم التكوين ديالها في هذا المجال هذا من أجل محاربة تفشي داء فيروس كورونا. هذا بعد الجائحة؟ هذا منذ بداية الجائحة. وكيف يتم ذلك التكوين؟ محاربة التكوينات اللي كانت تسطرات وتحطت على مستوى الوزارة مركزيا عن بعد، أو كيف يتمها؟ لا، التكوينات اللي خضعوا لها على المستوى المركزي واللي نقلت هنايا عبر دوريات وعبر عبر مكونين اللي كونوا هذه الفرق اللي كتشتغل حاليا في هذا المجال هذا. النقطة الثانية اللي قلت اللي ساهمت بشكل كبير في هذا الوضع اللي رانا فيه دابا هي المجهود الكبير والجبار اللي قامت به السلطات المحلية. يعني هذه المجهودات هذه اللي كملت المجهود ديالنا ودعماته. كيفاش؟ بالنسبة للتدابير اللي كانت حطتها الحكومة المغربية، الإجراءات والتدابير الاحترازية اللي تحطت على المستوى الوطني وتم التنزيل ديالها على المستوى المحلي، وتنزلات من طرف السلطات المحلية بواحد الشكل اللي هو صارم. مثلا بحالاش؟ يعني مثلا إلزامية الكمامات. لا، قبل ما نوصلوا للكمامات كاين بالنسبة للمخالطين وبالنسبة اللي كانوا في سفر ما كيدخلوش مباشرة يتخالطوا مع السكينة، يعني تيتم العزل ديالهم وتيتحطوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوم في الضواحي نتاع المدينة. وهذه العملية مازال مستمرة لحد الآن، اللي هي اللي عطات الأكل ديالها. يعني ملي تيتحطوا في دوك الأماكن في النواحي نتاع المدينة كاينة واحد المراقبة الطبية، واحد الفريق طبي وتمريضي اللي كيباشر هذه العملية كل يوم، تيشوف الحالة الصحية نتاع دوك الناس اللي راهم في الحجر الصحي، ومن تيكملوا 14 يوم ديالهم عاد كينخرطوا مع السكينة. هذا إجراء مهم وإجراء كبير اللي صرفت عليه السلطات المحلية. بالنسبة للتنسيق مع المنتخبين، يعني المنتخبين شكلوا واحد الدعم كبير للقطاع. هناك اقتناء مجموعة نتاع الأجهزة اللي كتدخل في إطار هذا الكوفيد هذا اللي تسلمناها. وهناك العملية نتاع التعقيم لصالح المستشفيات. لصالح المستشفيات. وهناك عملية كبيرة نتاع التعقيم اللي دارت على مستوى مدينة المدن كاملين المكونين للجهة، اللي عملية التعقيم شرفات دارت على مستوى الشوارع، مستوى الآليات، مستوى الشاحنات. يعني واحد العملية اللي هي كبيرة ساهمت بشكل كبير في محاربة هذا الفيروس. وهناك شركات مواطنة مثلا كفوس بكرة وداك الشيء اللي دعمات المستشفى بمجموعة من الآليات وداك الشيء. وهناك كذلك وكالة تنمية أقاليم الجنوب اللي ساهمت بواحد المبلغ مالي اللي تم اقتناء به مجموعة تاع الأجهزات اللي كنحتاجوها في محاربة هذا الداء على مستوى مستشفى مولاي حسن بالمهدي. يعني كل الهيئات كانت متكاتفة لمواجهة الجائحة. وقع واحد التكاتف نتاع الجهود اللي خلانا نكونوا في هذا الوضع هذا اللي هو وضع ممتاز. غير للاشاره، منذ تسجيل هذوك الاربع حالات دابا عندنا تقريبا 20 يوم لم نسجل اي حاله. يعني الكل قائم بالعمل ديالو، لا الاطر الطبيه ولا التمريضيه ولا سلطات ولا منتخبين، يعني كنخدموا. ولا كذلك الاطر الطبيه التابعه للقوات المسلحه الملكيه اللي كتخدم معنا في واحد الانسجام تام، يعني تتلعب حتى هي واحد الدور كبير في كتساعدنا على محاصره انتشار هذا الوباء هذا. اعود الى الدكتور قمر، اسالك دكتور قمر،
ما هو شكل التنسيق بينكم؟ كما قلت الآن هناك تكاثف فيما بين الهيئات الصحية في ظل هذه الجائحة، يعني أنتم كمختبر طبي كيف تتعاملون وتتعاونون كصيدلاني مع 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 المستشفيات مع المسؤولين في القطاع في هذه الظروف؟ نعم، باش نكمل يعني الكلام اللي قال الدكتور الهواري، هو كذلك يعني بالاضافه لهذه المجهودات كلها ديال الاطباء وديال السلطات والمنتخبين، كاين كذلك واحد انا شخصيا يعني لمست بانه كاين واحد الوعي كذلك عند المواطنين، بغاو يحمي نفوسهم وبغاو يحميوا المدينه ديالهم وبغاو يحميوا الجهه ديالهم، بحيث يعني من خلال العمل ديالي والمزاوله ديال النشاط ديالي في الصيدليه او في المختبر، لاحظت بانه تقريبا اكاد اقول يعني بان 100% ديال الناس واضعين كمامات، واضعين وقايه على الانف ديالهم على الوجه ديالهم، يعني اصبحت واحد السلوك اللي دخل معنا يعني في الحياه ديالنا، وهذه مساله يعني جد جد مهمه. وكما شرنا بانه احنا في حرب ضد واحد الجائحه، حرب لازم ومن الضروري. دكتور اسمح لي المقاطعه، تقولون نعم. توجيهات للناس الوافدين عليكم اكيد في ظل تنسيق الجهود. ايوه، هذا هو هذا هو الدور ديالنا، لان نعم. كما اشرتي بان الدور ديالنا احنا ك صيادله كاحيائيين اصحاب يعني مختبرات، اللي عندنا علاقه يعني مع واحد العدد كبير يعني من المواطنين اللي تجي يعني تزورنا في, في, في الاماكن ديال العمل ديالنا، الدور ديالنا يعني ماشي فقط يعني ديك الخدمه الطبيه، يعني لا، كاين كذلك يعني الدور ديال التوعيه، وهذا المسنا كذلك. المواطن كان متعطش، لان بدينا بواحد الامر اللي هو كان يعني غريب وجديد بالنسبه لنا احنا كمواطنين كساكنه، شيء اللي ما كانش يعني يخطر كاع في الحسبان ديال اي واحد، فطلب يعني بانك خصك تمرر واحد المجموعه ديال النصائح ديال التوجيهات، وكاين واحد التجاوب، الناس متعطشين محتاجين فعلا انهم يسمعوا لهذ النصائح والتوجيهات. كان في الاول يعني الامر ديال دوك المعقمات، كاين الامر ديال دوك عفوا ليغون يعني القفاز، يعني الناس كلها في الاول تهفتات، يعني تصحاب واش ضروري ان خصنا نديروا كلنا القفازات باش اننا نخرجوا. وانتم كنتم تقومون بالتوعيه لا داعي، يعني خسير غسل اليدين ديالك بالماء وبالصابون، هذاك الجل حتى هو يعني ماشي ضروري، يعني اللي احسن هو الماء والصابون، ولكن اذا دعت الضروره وما محكينش الماء والصابون ممكن تستعمل هذاك المعقم يعني ديال الجل او الكول او شيء من هذا الجل. جيد، بعد جاء الدور ديال الكمامه كذلك، لقينا بان الناس فعلا تجاوبت مع الخبر جايه تتقلب على الكمامات، اذا حنا خصنا نقدموا لهم توجيهات، يعني ريتما يوصلوا الكمامات وينزلوا في السوق وبالشكل الكافي والمطلوب، خص التوعيه ديالهم باش انه يغطيوا يعني الفم والانف ويستعملوا يعني وسائل اخرى، ريتما يعني تستقر يعني الامور ويكون يعني السوق يعني نعم. اذا هذا يعني الدور ديالنا كذلك. هناك دائما تشاركيه في الادوار ما بين المختبرات والمستشفيات. كما قلت نحن امام يعني امر مستجد، ياك نعم. هذا الامر مستجد، وهذه الحاله الطارئه وهذه الجائحه ما يمكنش اننا نخرجوا بها منها يعني سالكين وحنا منعزلين او منفردين. محتاجه مجهودات وتكافل وتكامل وتعاون على صعيد المدينه، على صعيد الجهه، على الصعيد الوطني كما قال الدكتور، يعني تجي يعني تعليمات من الوزاره ومن الادارات الوصيه خاصها تنفذ وتطبق، وكذلك يعني تنسيق على المستوى العالمي كذلك. زين، نتوقف الدكتور قمر هنا لنستمع الى سؤال من اسئله المشاهدين. مدينه طنطان موجه للدكتور الهواري علي. كنسول الساده الدكاتره، هل يوجد علاج لهذا الفيروس لحد الساعه مع تداول مجموعه الاشاعات يعني في اللي كتقول كاين نوع من الادويه؟ زائد السؤال المهم عندي الثاني هو ما السر يعني في تضاعف الارقام المسجله عندنا على صعيد المملكه في الاونه الاخيره؟ ليك الهواري. بالنسبه للسؤال اللي كيسول هذا المواطن، هل هناك علاج بالنسبه لهذا المرض؟ بالنسبه لنا كوزاره الصحه
كاينه في وزاره الصحه واحد اللجنه اللي هي تقنيه وعلميه اللي اعتمدت الدواء اللي كنعالجوا به حاليا على مستوى المستشفيات ديالنا وطنيا ومحليا، اللي هما هاد الادويه هادو اللي تبتوا الفعاليه ديالهم، وخصوصا عندنا حنا هنا في هذه الجهه هذه اربعه المرضى اللي كنا استقبلناهم تناولوا الدواء ديالهم لمده 10 ايام، من بعد دات لهم التحاليل بعد ما كانت ايجابيه صبحت سلبيه بفرق نتاع 24 ساعه، وبالتالي هاد المرضى هادو من بعد تناول هذا الدواء تقرر الخروج ديالهم، وتحليل اثبتت ذلك بان ما بقاتش ايجابيه ولا دكتور سلبيه. دكتور كيفاش كانت حالتهم في البدايه؟ كانت حاله حرجه متوسطه؟ لان ثلاث حالات كانت حالات عاديه، ربما الطبيب اللي غادي يجي في مكان الدكتور حمو ولكن سيوضح اكثر، ولكن بالنسبه لي كانت كان احد المرضى اللي هي امراه كتبلغ من 60 58 سنه، ملي دخلت عندنا كانت الحاله الصحيه ديالها ماشي حرجه جدا، ولكن كان ممكن تطور الحالة الصحية حرجة، ولكن بعد تناولها هذه الأدوية اللي سول عليها المواطن واش كاينه ولا ما كايناش، من بعد تناولها لمدة يومين أو ثلاث أيام، والطبيب كما قلت الدكتور حمو الطاهرة غادي يعطي توضيح أكثر في هذا المجال، الحالة الصحية بدأت في تحسن يوم عن يوم، إلى حين أجرينا التحليلات المخبرية باش أثبتنا أن الجسم ديالهم خالي من هاد الفيروس هذا، يعني الدواء أثبت الفعالية ديالو بالنسبة لهاد المرض. مسألة التشخيص وآليات التشخيص هي لا زالت لا تعتمد على الإمكانيات المحلية، مرتبطة دائما بالمستشفيات بالمختبرات، مثلا مختبر باستور. في بداية الأمر كما قال الدكتور قمر، يعني المختبرات كل مختبر كاين مستويات، بالنسبة لنا في بداية الأمر جميع التحليلات كانت ترسل إلى مدينة الدار البيضاء على مستوى معهد باستور، من بعد وزارة الصحة حاولت توسيع هذه المختبرات على المستوى الوطني، مجموعة من المستشفيات الجامعية اليوم أصبحت تدير هذه التحليلة هذه، وبالنسبة لنا ما بقيناش نديروا هذه المسافة مدينة العيون حتى مدينة الدار البيضاء، حاليا المسافة أصبحت أقرب، تنعملوا هذه التحليلة على مستوى مدينة قلميم بالمستشفى العسكري المتواجد بهذه الجهة هذه. متى يمكن أن تكون محل يعني بحتة؟ تتطلب إمكانيات؟ في انتظار وصول سكون ابل لي تيست رابيد، تحليلات سريعه. عودي لك دكتور قمر ارتباطا بهذا الموضوع اللي سمحتي يا السيده، تشخيص لان هذا التشخيص لان هذا يعني تخصص يعني مخبري، وكما قلت يعني المختبرات يعني اختصاصكم الطبيه العلميه عندها دور يعني محوري يعني في هذه الجائحه، يعني كما قلنا الى استنينا المرحله يعني ديال الاكتشاف ديال الفيروس وديال يعني ذاك لو جينوم ديالو اللي هو تعتبر يعني بمثابه يعني بطاقه التعريف ديال الفيروس، هو اللي تعطينا يعني المكونات وتحددنا الخصائص ديالو، واللي تترتب عليه من بعد كيفاش تنديروا يعني التحاليل جيد، وكيفاش غادي نديروا من بعد يعني التتبع ديال هاد المرضى واش برا ولا ما براوش، وكيفاش من بعد كذلك غادي نشوفوا واش كاينه المناعه ولا ما كايناش، اذا هذا دور اساسي. الان كما قال الدكتور الهواري في المغرب بدينا بثلاثه ديال المختبرات الوطنيه اللي كانت في الدار البيضاء والرباط، لان اولا كانوا الاعداد يعني قليله وكانوا كلهم يعني تقريبا وافدين يعني من خارج المغرب، ومن بعد يعني قبل يعني اعتقد يعني اسبوع او اسبوع تقريبا بداوا يعني المختبرات يعني الطبيه في المستشفيات الجامعيه، اذا ولاو عندنا 8 ديال المستشفيات الجامعيه زائد يعني باستور زائد يعني بعض المستشفيات العسكريه يعني اللي فيها كذلك مختبرات تقوم يعني بهذا التشخيص، اذا ولاو عندنا واحد العدد كبير ديال المختبرات اللي اصبحت تقوم يعني بالتشخيص ديال المرض. وبعد تنقول التشخيص ديال المرض باش نفهموا هذه العمليه،
راه كاين اولا خصنا نشخصوا واش يعني الشخص واش عنده المرض ولا ما عندوش، واش عنده الفيروس ولا ما عندوش، واش حامل للفيروس او ما عندوش. من بعد كما قال الدكتور الهواري تياخذ الدواء ديالو واحد المده معينه، بعد تنوقفوا الدواء خصنا عاوتاني نديروا نفس التحليله باش نشوفوا واش تخلص من هذاك الفيروس، ما بقاش حني حامل للفيروس. خص يعني متابعه، متابعه. اذا خص تخرج تحليله سلبيه وتعاود عاوتاني مره اخرى في 24 ساعه وتخرج كذلك سلبيه. والمغرب يعني كان سباق يعني في هذه الاستراتيجيه وفي هذا البروتوكول، خداه بهذا الشكل بحيث انه ما تيخرج المريض وما تيعطيه يعني ديك البطاقه بانك راك لم تعد يعني حامل للفيروس الا بعد ما تيتبت الامور يعني بجوج ديال التحليلات متتابعه. في حاله وهادو راه وقعوا حالات يعني في مدن اخرى، الا طلعت لنا من بعد الدواء طلعت لنا بان التحليله باقه ايجابيه، المريض ما تخلصش من الفيروس اللي فيه او الدواء يعني الدواء يعني ما كانش يعني مناسب له، تنبقاو نتبعوه كل 48 ساعه يعني كل يومين تنعقبوا عاوتاني نعاودوا له التحليله باش نراقبوا الوضعيه حتى تتخلص من الفيروس. وكما قال الدكتور الهواري تتجعتني اجراءات من بعد الا تخلص من الفيروس راه تعاوتاني تمشي في واحد الحجر صحي واحد المده معينه 14 يوم او اسبوعين عاد باش نقولوا بان هذا خلاص يعني انتهى يعني الامر ديالو. اذا التشخيص والمتابعه وهذا فعلا شيء اللي هو مكلف، وانا فعلا يعني تنحيي يعني الوزاره والقائمين على هذا الامر، لان فعلا يعني كنا سباقين وسباقين يعني حتى الدول يعني اكبر منا حجما ويعني وامكانيات، وهذه المساله عطت الثمار ديالها بحيث اصبح يعني التشخيص دابا الان يعني كما قلت يعني في واحد المجموعه ديال 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 المدن، وصبح يعني وغادي تجي خطوه اخرى ان شاء الله يعني من بعد من هذا. تشخيص مكلف في امكانيات، واعتقد يعني دابا هو تيدار واحد يعني واحد التقنيه، لان خصك تشخصي الحامض يعني النووي ديال الفيروس. هذه تحليلات اللي هي جد دقيقه وتتطلب يعني دقه وتتعلب يعني طاقم اللي هو مكون في هذا، واعتقد يعني تتكلف يعني اكثر من 2000 درهم او 2500 درهم. نعود دكتور الى مساله الحجر الصحي. نعم. هل يمكن الحديث عن عقلنا للحجر الصحي؟ لان في ظل الحجر الصحي هناك يعني ساكنه، هناك مثلا مرضى الكلي، هناك مرضى السكري. نعم. هناك ناس تختلف يعني حالاتهم، ما هي الاستثناءات؟ ممتاز. انت كصيدلاني. ممتاز السيده الغاليه، يعني فعلا هذا سؤال يعني جد مهم بزاف، لان كما قلت لك يعني المواطنين يعني ديال الساكنه ديال مدينه العيون التزمت بالحجر الصحي بواحد الشكل يعني منتظم محترم. تيبقى بانه وهذا يعني في نفس الوقت يعني نداء وخاص يعني ننتبهوا له، بانه كاينين الناس اللي عندهم يعني امراض يعني مزمنه، كاينين الناس عندهم يعني امراض محتاجه متابعه، ياك كاينين الناس عندهم ادويه خصهم ياخذوها بشكل يعني منتظم، يعني خصهم تتبع. الناس اللي عندهم يعني الضغط ديال الدم، الناس اللي عندهم تصفيه، الناس اللي عندهم يعني السكر، الناس اللي عندهم يعني سرطان خصهم يتبعوا عليه، هادو ما خصناش نغفلوهم باش نصحهم. ماشي لحقاش عندنا الحجر الصحي يعني نساو راسنا، حنا ما بغيناش يعني فعلا حنا في واحد امام واحد العدو جائحة. واحد الجائحه خصنا يعني نضبطوها، ولكن ما خصناش نخرجوا من الجائحه ونلقاو راسنا مثلا عندنا مضاعفات ديال امراض اخرى. نعم. اللي غادي تسبب لنا كذلك يعني لا قدر الله يعني ضحايا وتسبب لنا يعني مضاعفات مشاكل ومضاعفات صحيه اللي احنا في غنى عنها، يعني يعني الجهاز ديال 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 الصحه ديالنا يعني ما يقدرش عاوتاني يتحمل ويتكلف يعني بهذه الحالات. اذا انا انصح وبانه الناس اللي عندهم امراض مزمنه والناس اللي تيتبعوا على امراض يعني معينه ينتبهوا انهم اولا اللي عنده شي دواء خصو ياخذوا يبقى تا ياخذوا ويمشي ياخذوا. الصيدليات دابا راهم فاتحين، يعني تزادت يعني الحراسه الاسبوعيه يعني تضاعفات، كانوا ثلاثه ديال الصيدليات ولاو الان سته ديال الصيدليات، يعني فاتحين 24 ساعه على 24. الدواء يعني موجود الحمد لله بشكل يعني كامل ومنتظم، ما عندناش يعني فيه مشكل. وكذلك الناس اللي عندهم يعني اطباء خصهم يمشيو يزوروهم ويتبعوا معاهم الحالات ديال الصيدليات. الصيدليات دكتور لماذا تم تعزيزها او ان الامر عفوا بقي كما الصيدليات مثلا؟ نعم.
نعم. بماذا تم التعزيز في ظل هذه الوضعيه؟ اما ان الوضع باقي كما هو نفس الادويه نفس الادويه كما قلت لك باقي القطاعات اولا كما قلنا خصها تحمي يعني العاملين فيها وتحمي المواطنين اللي تيدخلوا عندها. كاين الكمامات كاين يعني ذاك المسافه يعني ما بين يعني يعني المواطنين ديال يعني مترو مترو ونص حتى لجوج مترو. يعني الناس يعني الحمد لله ولاو يعني منظمين رؤوسهم. تيجي تيوقف في الباب ديال الصيدليه حتى تيشوف يعني واش خوات الصيدليه عاد تيدخل. المسائل غاديه يعني يعني مرتبه مزيان يعني ما عندناش فيها مشكل. كذلك بالنسبه للمختبرات نفس الشيء. اللي بغيت نقول بانه كما قلنا يعني في البدايه الدور ديالنا هو ننصحوا الناس، ولكن الدور ديالنا كذلك نوجه لهم يعني بحال في هذه المناسبات هذا النداء بانهم ما ينساوش الامراض المزمنه اللي عندهم. ضروره المتابعه. وضروري انهم يلتجؤوا للاطباء نعم. ديالهم. ودابا كاين انا سمعت بانه كاين اطباء داروا يعني يعني التتبع عن بعد. يعني تصل هاتفيا بالطبيب، ممكن دير مع الواتساب، ممكن يعني تستعمل يعني وسائل اخرى. يجب عدم التراخي في ظل هذه الوضعيه. دكتور قمر، كلمه اخيره تختم بها نقاشك معنا. نعم. الكلمة ديالي هو يعني مجموعة نصائح. نعم، مجموعة من النصائح يعني للمواطنين هو أنه كما قلت يعني أول شيء أن هذا الوباء ما يمكن لناش يعني نوقفوه، أو هذه الجائحة ما يمكنناش نوقفوها إلا خصنا أولا نلتزموا بالحجر الصحي. دوزنا المرحلة الأولى ديالو الآن يعني في المرحلة ديال المرحلة الثانية، وهذا يعني تطلب منا بأننا نبقاو على يقظة، نحترموا التعليمات ديال الجهات يعني السلطات، ونوضعوا الكمامات، يولي هذا واحد السلوك يعني يومي، بحال واحد الجزء من اللباس ديالنا اليومي، لان يعني هذا باش يمكن لنا أن كما قلت نوقفوا هذه الجائحه. والمساله اخرى يعني النظافه ديال اليدين ديال الذات ديال الجسد يعني بشكل عام، ونخليوا دائما واحد المساحه يعني بيناتنا. يعني داكشي ديال كما قلت ديال التجمعات وديال الاختلاطات وكذا خصو يوقف، لان الا وقفنا هاد واحترمنا هاد التعليمات وطبقناها بشكل يعني دقيق رحنا غادي نوقفوا هاد الجائحه وغادي نخرجوا منها ان شاء الله يعني بسلام. ونطلب الله سبحانه وتعالى يحفظ يعني مدينه العيون وساكنه العيون والمغرب والبشريه يعني جمعاء من هذا الوباء. امين ان شاء الله. شكرا دكتور قمر على المشاركه في هذا الحوار. والان نستمع الى سؤال جديد من مدينه سيدي افني، وبعده سيلتحق بنا الدكتور حمو طاهره عبد الخالق، وهو الدكتور الخاص اختصاصي في جراحه الاطفال، وهو الدكتور المشرف على الوحده الاستشفائيه الخاصه بكوفيد 19 بمستشفى الحسن بالمهدي بمدينه العيون. نستمع الى السؤال من سيدي افني. ما هي الاستراتيجيات اللي يمكن انها تقوم بها الجهات الجنوبيه الثلاث في القطاع ديال الصحه لايقاف هذا الوباء هذا وضع حد له؟ وشكرا. نرحب من جديد بالدكتور الذي التحق بنا، الدكتور حمو طاهر عبد الخالق، وهو الدكتور المشرف على الوحده الاستشفائيه الخاصه بكوفيد 19 في مستشفى الحسن بالمهدي بمدينه العيون. مرحبا بك دكتور. وكما استمعنا للتو للسؤال من مدينه سيدي افني، واليك من اكل الاجابه دكتور. بالنسبة لهذا السؤال هذا اللي كيتكلم على استراتيجية اللي تكون مشتركة ما بين الجهات الثلاث نتاع الأقاليم الجنوبية، فما يمكنش لينا نتكلموا على استراتيجية خاصة بهذه الجهات. ففي الأصل هي استراتيجية وطنية اللي تسترط على المستوى المركزي. بالنسبة لنا حنا كجهات ولا كمديريات جهوية للصحة، هذه الاستراتيجية الكل ملزم بتنزيلها محليا يعني على مستوى كل جهة، وبالتالي فهي استراتيجية محكمة وتم تنزيل ديالها بواحد الحزم، وهذا لا من طرف مستخدمي وزارة الصحة ولا من طرف السلطات المحلية ولا الشركاء ديالنا جميعا، اللي نزلت بواحد الشكل محكم هو اللي عطانا هذا الوضع وبائي جيد جدا. بالنسبة دكتور للأطقم الطبية، كيف تقومون بحمايتها في ظل احتكاك يومي
بالساكنه وفي يعني العمل اليومي كيف يتم؟ هل تكتفون يعني بالكمامات، بالمطهرات، غسل الايدي، التباعد، ام هناك احترازات اخرى تقومون بها؟ بالنسبه الوقاية، الأطر الطبية التابعة للمديرية الجهوية للصحة بجهة العيون الساقية الحمراء ولا حتى على المستوى الوطني، فالأطر الطبية والتمريضية فهي أطر محترفة تعي جيدا العمل ديالها وكيفاش كتصرف مع المرضى، وداك الشيء تتقن جيدا وسائل الوقاية باستعمال كل ما وفرته وزارة الصحة من وسائل، من كمامات، من جيل إيدرو ألكوليك، من مجموعة تاع التكوينات اللي دارت لتدعيم كل ما يكتسبونه الأطر الطبية والتمريضية في مجال الوقاية. ننتقل إلى الدكتور حمو، وهو الذي أشرف على الحالات الأربع التي تم شفاؤها بمدينة العيون. دكتور، هل يمكن أن تضع المشاهدين في الصورة يعني منذ بداية المشهد في استقبال المستشفى لهذه الحالات، كيف كانت وضعيتهم؟ كيف، ما هي الإجراءات التي قمتم بها فور وصول هذه الحالات؟ أولا كنت أنا من ضمن الفريق الطبي والتمريضي ولا نقول الصحي المتكامل اللي شرف على هذه الحالات الأربعة. منذ التشخيص ديال هاد الحالات الاربعه اللي طرا في بوجدور، تم نقل هاد الحالات الاربعه لعندنا، الوحدات المخصصه بهاد الحالات في المستشفى الجهوي بالعيون. ولكن قبل درنا واحد العمل استباقي استعدادا باش نستقبلوا هاد الحالات. هاد العمل الاستباقي شنو هو؟ خصصنا كما قال السي الهواري، خصصنا مصلحه لاستقبال هذه الحالات. هذه المصلحه تم العزل ديالها على باقي المصالح ديال المستشفى. تم درنا بعد التغييرات في البنيه ديالها عاوتاني باش نكون هذه في المستشفى، ولكن في هي في المستشفى ولكن عزلناها فوالا، درنا واحد غيرنا في البنيه ديالها باش تعزل على الباقي. الناس اللي خدامين فيها معزولين؟ نعم، معزولين تاهما، معزولين ومحددين. حددنا مسار للمريض ديال الكوفيد 19 اللي هو مغاير للمسار للمريض العادي باش ما يكونش هناك اختلاط. التكوينات للجميع الاطر ديال المستشفى ولا حتى المستشفيات الاخرى اللي كاينه في الجهه، لان ملي كتدخل عند المريض كتكون لابس واحد اللباس واقي، بعض الحركات ما ديرهمش، بعض خصك يعني تكون متمكن من مثلا ما يمكنش تقيس مازال الكمامه ديالك ولا تقيس النظاظر ديالك الا كنت باغي يعني تكون فريمون، خصك تكون ميتريزي حاضر 100%، لان راج التقاط الفيروس واحد غلط بسيط يقدر يؤدي لواحد المضاعفه وخيمه لا قدر الله وتاخذ المرض. دونك درنا واحد التكوينات على طريقه كيفاش تلبس وكيفاش سيرتو انك كيفاش تحيد اللباس ديالك، لان هي المرحله الخطيره هي كيفاش تحيد اللباس ديالك. وملي تحيد اللباس ديالك ما خصكش تكونطاميني ولا تعفن هذاك المكان اللي انت خدام فيه، المحيط اللي خدام فيه ما خصكش تعفنه. دونك هي امور تقنيه اللي درنا عليها تكوينات لجميع الاطقم باش نتمكنوا منها استعدادا للحالات اللي غادي يجيو. ومن بينها ملي جاو الحالات دخلوا بيان سور عندنا للوحده. ملي كيفاش كانت حالهم؟ سنقوم بتبسيط الحوار اللي يعني كيفاش الحال كانت الحاله الصحيه ديالهم؟ نعم، ما هي الاعراض؟ لان هناك الكثير من المغالطات حول هما كانت الاعراض ديالهم اعراض بسيطه، الاعراض ديال الانفلونزا البسيطه. الحالات تقريبا كامله كانت عندهم حمى، كانت عندهم حراره، وسيرتو كانت عندهم الام في المفاصل وفي العضلات. ما كانش عندهم كحه، ما كانش عندهم زعما العطس، كيعطس ولا ما يعني ما هو الناس تتداول ان السعال يعني هو من بين الاعراض حيت دابا المرض الانفلونزا ماشي كيكون في جميع الاعراض ديالو، كاين عنده اعراض كثيره، يكون يقدر يجيك بعرض ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، ماشي ولا بده يجيك بجميع الاعراض ديالو. حتى في هذه الحاله هذه حتى ما كيكونش يكون عندك الاعراض كامله، كيمكنوا غير واحد ولا جوج ولا ثلاثه اللي كيكونوا عندك. دونك ملي جاو عندنا كانوا الحالات الحمد لله الاكثريه ديالهم كانت مستقره، الا حاله واحده اللي كانت الحاله شويه ديالها متوسطه، ديال هذيك السيده اللي كانت شويه. اعمارهم دكتور تتراوح ما بين العمر الكبير هو ديال السيده اللي كانت عندها تقريبا 58 سنه. كانت عندنا حاله واحده عنده 28 سنه، الحاله الاخرى 36، والحاله الثالثه 44 تقريبا. دونك الحاله الكبيره هي اللي كانت، وهي ديك الحاله الوحيده اللي كانت زعما كبيره في السن شي شويه، هي اللي كانت عندها الحاله ديالها شويه كانت عندها قد اللي
اللي دارت شويه المضاعفات اللي حنا تحكمنا فيها بيان سور سريعا ملي خدات المي دخلنا عنده خدات الادويه وخدات التتبع اللازم ديالها. الحمد لله تحكمنا في المضاعفات ديالها واستقرت الحاله ديالها وتكملت العلاج ديالها بنجاح. ملي كيجي المريض يعني كنديروا له واحد البينا كنديروا تحاليل ديال الدم كنديروا اشعه ديال الصدر كنديروا تخطيط ديال القلب هادشي كلشي باش كنعرفوا الحاله الصحيه المسبقه باش اللي عليها كنبنيو التتبع ديالنا واش الحاله راها مستقره واش غادا كتضاعف وباش حنا ممكن نشوفوا التغييرات اللي نديروا في الادويه اللي كادين نعطيو. يتم عزل المريض المريض معزول في الوحده لان الوحده معزوله في الاصل معزول 100% على باقي تغذيه خاصه دواء تغذيه بيان سور التغذيه ديالهم خاصه كتجيهم التغذيه ديالهم خاصه من عند اللي مسطره من عند خبراء ديال التغذيه. دونك كندخلوا عند هاد المرضى كندخلوا عندهم على الاقل جوج مرات في اليوم كندخلوا لهم التغذيه ديالهم وبيان سور كنديروا كناخذوا المؤشرات الحيويه ديالهم على هذاك الاساس ديال المؤشرات الحيويه ديالهم كنتبعوا المريض. دونك كندخلوا عنده جوج خطرات في اليوم هذه على الاقل الى اقتضى الحال كندخلوا اكثر. ما كاينينش غير حنا كفريق نقولوا طبي وتمريضي اللي كيدخل كاينين حتى تقنيين ديال الصحه اللي كيدخلوا معنا لان ملي كندخلوا لهذاك المصلحه خص تقني الصحه عاوتاني كيدخل باش كيعقم عاوتاني المصلحه تقريبا كل فيما كندخل كيدخل معنا تقني الصحه من ورانا باش كيعقم المسار ديالنا باش كنحاولوا نهبطوا الخطر بالانتقال للعدوى ولا نخرجوا من العدوى لاقصى درجه. دكتور نستمع الى هذا السؤال من مدينه سماره، سؤال موجه اليك من مدينه سماره. لدي سؤالين، السؤال الاول ما هي مده علاج حالات المصابه بكوفيد 19؟ والسؤال الثاني هل الكلوروكين فعال في علاج هذه الحالات وهل له تاثيرات سلبيه؟ اليك سؤال. بالنسبه للمده هي ما كايناش مده محدده اللي زعما المده الكبيره محدده ما كاين مده الاقل ادنى مده هي 10 ايام ديال التريتمون ولكن الى المريض ما مستجبش في هذه 10 الايام كنقدروا نمدوا مازال المده 5 ايام اضافيه والى ما استجبش عاود كنزيدوا معاه. دونك حنا المريض ما كيخرج من المصلحه حتى كتجي العينه ديالو سلبيه، الا ما جاتش العينه ديالو سلبيه على مرتين بفرق 24 ساعه ما يخرجش من المصلحه. وكيف يتم التاكد من سلبيه النتيجه؟ واش بالتشخيص او المختبري؟ لو كناخذوا العينه من المريض كنصيفطوها للمختبر اللي كيعطينا بان المريض خالي من الفيروس، الا ما جابشناش النتيجه بان سلبيه على مرتين بفرق 24 ساعه ما كيخرجش المريض. والتتبع ديالو لانه يقال انه ممكن ان يعاود المرض ان يعاود يجي وي ممكن انه المريض ملي كيخرج من المصلحه راه ما كيمشيش باش كيتخالط مع السكينه عاد كيمشي حجر واحد العزل طبي اخر في يا اما في المنزل ديالو الا كان عنده الامكانيات لا ما كانش كيدار في وحده مخصصه. دونك عزل طبي اخر المريض اللي بوجدور تم عزله في المدينه عزله لا في المدينه في المنزل ديالو لان عنده المنزل ديالو عنده فيه لي كونديسيون باش انه يتعزل فيه. دونك تعزل فيه 14 يوم اخرى عاد يمكن نقولوا راه انه راه يقدر يخرج ويخالط للسكين. نعم. الشق الثاني للسؤال تجيب عنه. الشق الثاني السؤال على الدواء الكلوروكين. الدراسات اللي دارت على دواء الكلوروكين كتبين بان هذا الدواء يعني الا خدينا جوج مجموعات مجموعه خدات الكلوروكين ومجموعه ما خداتش الكلوروكين هذا الدواء كيعطينا 70% ديال الناس اللي كتكون عندهم نتائج ديالهم سلبيه يعني كيبراو من المرض على ستة ايام والا مشينا ل 10 ايام هذه النسبه كترتفع لفوق 90% مقارنه مع الناس اللي ما كياخذوش كلوروكين هذه النسبه كتكون فقط 10% في 6 ايام. الا شفنا هذا الفرق كاين فرق شاسع يعني ما يمكنش ما يكونش عنده هذا الدواء يكون عنده واحد الفعاليه يعني عنده نتيجه. هل لديه مضاعفات ام لا؟ المضاعفات كجميع الادويه عنده مضاعفات غير هو النزاعه ديالو اكثر من المضاعفات فوالا غير هو الحاجه اللي مزيانه في الدواء الكلوروكين هو ان دواء قديم ومعروف والمضاعفات ديالو معروفه وميتريزابل يعني كنقدروا نتحكموا فيها ماشي شي دواء اللي عاد جا جديد عاد نقلبوا نقولوا ربنا تكون عنده مضاعفات اللي حنا ما عارفيناش ولا راه حتى راه حنا قلت لك في الاول المريض ملي كيدخل كنديروا له واحد المجموعه ديال التحاليل واحد تخطيط القلب وراديو ديال الصدر علاش؟ باش كنشوفوا ما ربنا يكون هذاك الدواء دار مضاعفات ولا لا وفي الحاله في الوقت ديال الاستشفاء ديالو راه كنعاودوا هاد التحاليل نقدروا نعاودوا التخطيط ديال القلب
كنقلبوا لما ربنا هذاك الدواء يدير شي مضاعفات، لانه اللي معروف عليه اكثر انه كيدير مضاعفات على القلب. نعم، في ظل وجود يعني وجود 4 حالات سابقه في مدينه العيون والحمد لله 0 حالة حاليا، هناك مشكل ديال الخلطاء ولا يمكن التحكم فيه، يعني الخلطاء لا يمكن تحديدهم، يعني ما هي الاجراءات التي تقومون بها كهي يعني كيف تتحكمون في الوضع، كيف تتبعون ولا كيف يمكنكم مراقبه الوضع الخلطاء بالنسبه للمخالطين خصوصا هاد 4 المرضى اللي كانوا عندنا؟ و ماشي هو الحسن حظنا، ولكن هاد 4 الحالات تلقاو في اقليم واحد وتقريبا في واحد الظرف زمني متقارب. الفريق الطبي اللي هو تابع المندوبية الإقليمية للصحة ببوجدور، كاين هناك فريق اللي كيهتم بهاد المخالطين، يعني بمجرد ما تأكدوا هاد الحالات هادو، كاين واحد الفريق سكون لابيل ليكيب سي بي او، يعني كيكونوا على مستوى ديال مصلحة اللي هي تابعة للمندوبية الإقليمية، اللي مباشرة من بعد تأكد من هاد المرضى بأنهم مصابين خرجوا داروا إحصاء لكل الناس اللي ممكن كانوا على اتصال بهاد المرضى هذه. المخالطين كانوا على صعيد العائلة العمل؟ كنبداو بالمقربين وتندوزوا لمجال العمل. بمساعدة السلطات دائما تم إحصاء هاد المخالطين في الوهلة الأولى، وصلنا ل 36 شخص اللي تم العزل ديالهم، والسلطات تكلفات بالعزل ديالهم بالاكل ديالهم. العزل في عين المكان؟ في عين المكان يعني حجر. حجر نقدروا نقولوا حجر في وسط حجر، يعني تعزل يعني تقريبا الحي ديالهم تقريبا تعزل، الاتصال بهم اصبح غير ممكن. دونك وبقى التتبع من هذاك الفريق الطبي والتمريضي بشكل يومي، كيمشيو عندهم المنازل ديالهم يوميا، وفي المساء تيتكلموا معهم هاتفيا باش كيطمئنوا على الحاله الصحيه ديالهم، الى حين كملت المده نتاع 14 يوم اللي هي نتاع الحجر الصحي، والحمد لله ما تسجلت حتى شي حاله في هذوك المخالطين. يعود لك الدكتور حمو، كيف يتم التخلص من النفايات والمشكل؟ يعني كثير المشكل النفايات ديال النتيجه عن نعم. العلاج ديال هذا المرض كما قلت لك مسبقا، معنا تقني صحه هما اللي يعني داخل في الاطار ديال التخصص ديالهم معالجه هذه النفايات هذو. حنا ملي كان الاطقم الصحيه ملي كتخرج كنحيدوا الالبسه ديالنا والالبسه الواقيه اللي كنا دايرين، كنحطوهم في المكان المخصص لهم، لان عندنا واحد المسار كنتبعوه بواحد الطريقه معينه، وكنخليو هذوك المخلفات ديالنا في هذوك الاماكن. كيجي تقني الصحه هو اللي كيتكلف بتعقيم المسار والجمع ديال هذوك النفايات اللي كتعالج عن طريق شركه مختصه في هذا المجال هذه اللي عندها تخصص في علاجات النفايات المعفنه ديال وهذه الاجراءات الاحترازيه التي تقوم بها السلطات يوميا يعني هي كافيه لحفظ حاله 0 حالة في مدينه العيون نظركم؟ والحمد لله كافيه، الامر لا يستدعي اكثر، او كافيه شريطه انخراط المواطن يعني كجانب الحجر. فوالا، الى السلطات الحمد لله دايره اكثر من المجهود ديالها، المواطن خصو ينخرط معنا باش هو يلتزم بالحجر. راه السلطات راه لكن الناس يوميا يعني مالهم يضعون الكمامات ولكن كيخرجون للشوارع، ويعني هادشي اللي بغيت نوصلو، يعني علاش غادي يخرج اللي ما عندوش شي حاجه على يخرج؟ دونك الناس يخرجوا الا في الحاله القصوى للضرورات القصوى، ماشي دابا سمعنا بان عندنا 0 حالة في المنطقه باش غادي نخرجوا غادي نفرحوا غادي نخرجوا. دابا عندنا 0 حالة ولكن ممكن ترجع الحالات، داكشي علاش نلتزموا بالحجر الصحي ونلتزموا بالتعليمات ديال السلطات المختصه، ما نخرجوش الا في الحاله القصوى وللضروره، ولا خرجنا نديروا الوسائل الوقايه ديالنا، نديروا الكمامات ديالنا، ناخذ معنا الجل الكحولي ديالنا، نحاول نخلي مسافه الامان، نحاول ما نختلطش بالناس، التجمعات اللي هي
غير مفيده ولا انيتي ما عندي ما غندير بها ما نمشيش ليها. نقضي الغرض ديالي ونرجع بحالتي دغيا للمنزل ديالي، وملي نرجع للمنزل ديالي نحاول ديك الالبسه واللي كان اللي خرجت منها ولا لا كانت عندي شي اقتنيت شي مشتريات ولا شي حاجه اللي نعقمها قبل ما ندخلها. الحذاء ديالي حتى هو يعني يكون ندير واحد النظام في الحياه ديالي نتاقلموا الحمد لله ممكن نتاقلموا باش ما يتدخلش معك هذاك المرض الاسره ديالك. الدكتور كلمه اخيره للمشاهدين في ظل هذه الظروف. كلمه اخيره، الحمد لله حنا في هاد الاونه هذه عندنا صفر حاله في المنطقه، هذا نتيجه ديال تضافر ديال الجهود ديال واحد المجموعه ديال الفعاليات، ماشي غير الاطقم الصحيه، مي راه فيها جهود ديال السلطات المختصه، الامن، الولايه، عمال النظافه، فيها الاطر الصحيه بكامل التشكيلات ديالها. ما نساوش الناس، ماشي غير الفرق الصحيه اللي خدامه في مستشفى بن المهدي، كاين الناس اللي خدامين في لوطيران، خدامين مع الناس المخالطين كيف ما قال الدكتور الهواري، لان الحمد لله قدينا نتحكموا في هذا الوباء هنا في الجهه ديالنا بتضافر جهود ديال هذا الشيء ديال هذه المكونات كاملين الحمد لله. دونك حنا المواطن يعاوننا بشويه بانه يلتزم بالحجر الصحي باش ندوزوا ان شاء الله الجائحه بسلام. دكتور قبل ان نعطيك كلمه للختام، اريد انك تجيب على سؤال يعني يتداوله الناس احيانا، والصفر حاله في مدينه العيون هي نتيجه لبعد المنطقه يعني واصبحت خاليه من الوباء، ام فعلا هناك سياسات احترازيه وتكاثف للهيئات الخاصه هو الذي افرز هذه المعافاه؟ بالنسبه للتحليل هاد صفر حاله في المنطقه، اولا ما بقيناش في حاله صفر لان فاتوا عندنا اربع الحالات. بعد اللي نفر صفر حاله راجع للبعد، هذا كنظن سبب ما عنده حتى شي اهميه، لان كيتقال كلام اخر بان المنطقه ما فيهاش سياح بزاف، ما فيهاش اجانب، في حين ان هذه المنطقه وهذه الجهه بالخصوص مرتبطه بشكل كبير مع الديار الاوروبيه وخصوصا الديار الاسبانيه، يعني الناس كانت غاده جايه. لولا التدابير الاحترازيه والتدابير اللي خذتها السلطات والتدخل السريع نتاع الاطقم الطبيه والشبه الطبيه في هذا المجال، لنفرض مثلا هذوك الاربع الحالات كان تدخل مثلا بطيء ولا تدخل ماشي محكم ولا شي حاجه، راه كان ممكن تعطينا مئات الحالات. تفاقم كان ممكن تعطينا مئات الحالات، لولا السلطات غفلات على هذه الحالات هذا من بعد ما اكتشفناهم حنايا، راه كان ممكن كما كيبقى دابا كتكون ما كاين والو، واحد شويه تيبان لك واحد الفوايي فيه 50 60 واحد. يعني هنا الكل يشتغل بدون ما العمل مستمر، حتى واحد ما كيتقاعس على العمل ديالو، مراقبه مشدده، تطبيق تعليماتيه صارمه، هو اللي خلى هذا الوضع هذا يكون متحكم فيه لهذه الدرجه هذه. شكرا دكتور هواري مدير الجهوي للصحه بجهه اقليم عيون ساقي الحمراء للمشاركه في هذا البرنامج، كما اشكر الدكتور حمو طهره عبد الخالق وهو الدكتور المشرف على الوحده الاستشفائيه الخاصه بكوفيد 19 بمستشفى الحسن بن المهدي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، الى هنا ينتهي لقاؤنا في حلقه في الواجهه، كنتم معنا في حلقه خاصه بجائحة كوفيد 19 في الجانب الصحي. إلى هنا ينتهي لقائنا، دمتم في رعاية الله وإلى الملتقى.